بداية أمان طبعا في سن ال3 سنين اكتشفت إن عندي الموهبة، وبناء عليها خدت طبعا مركز شباب المطرية. المطرية دي أهلية على فكرة، وبيتمرنوا في مركز الشباب. طبعا كان معانا طبعا كابتن جمال مراد في مركز الشباب. قعدنا نمرن لغاية ما جه سن ال6 سنوات، وبقى يلعب مباريات صغيرة مع اللي في سنه مع الأكبر منه. والحمد لله كان جيد جدا، وكان موهبة عالية قوي بصراحة. ففي إعلان قناة الأهلي بتقول إن في وفي إعلان في جريدة النادي الأهلي إن في اختبارات في مركز الشباب مدينة نصر، مش النادي الأهلي الجزيرة، مش نادي مدينة نصر، لا مركز الشباب. وكان وقتها سافرت طبعا، احنا من المطرية الأهلية والمشوار بعيد جدا، كان مكلفنا يمكن 4 ساعات مشوار. واحنا كان في نفس التوقيت كان الكابتن محمد وهبة كان هو اللي بيقود الاختبار، والحمد لله ايمن دخل الاختبار وكان على مستوى عالي جدا. خد اختبارين مرتين، مرة يوم كده وعن قال لي اداني الجواب وقال لي تعالى يوم الخميس، كان يوم خميس تمام فاكر اليوم. والحمد لله خد اختبار برضه كويس جدا، وكتب لي جواب ينقل الى اختبارات نادي الاهلي في مدينة نصر. في دورة في نادي دورة شهيرة معروفة بتتعمل كل سنة في أجازة السنة، في أجازة السنة بتتعمل دورة نادي السيد دي على مستوى الجمهورية. وأيمن كان طبعا بيلعب مع فرقته وخد مباراة جامدة، وكان في لجنة منظمة بتشوف الدورة. وأيمن طبعا بيلعب مع فرقة مواليد 91، والحمد لله أيمن أجاد وأحسن أخد لأحسن لاعب، أحسن لاعب في الدورة السنة دي. والسنة برضه لعب برضه في دورة نادي الصيد ولعب مع فريقه واخد احسن لاعب في سنة، يعتبر الاثنين مع بعض احسن لاعب. والحمد لله لان من اجت كويس وكان احسن لاعب في المباراتين. اخدت ايمن وسافرنا تاني بقى بعد اللي هو الاختبارين بتوع اللي محمد وهبه، رحت بقى على مدينة نصر. انا بصراحة ذهلت لما شفت اتخضيت، شفت عدد كتير جدا جدا. زي ما انا قلت ان انا هروح بايمن بعد كده ما عادش هيرجع بصراحه. والحمد لله ايمن طلع راجل في الاختبار واخد اختبار بقوه، وعجبني جدا جدا وكان راجل يعني. المهم بقى فضلنا في اللي يلعب ماتشات وديه بقى، طبعا كل ده اختبارات برضه. وجينا بقى كان في ماتش اتلعب ودي بين الاهلي والزمالك، كان في متعوبه. ويومها الاهلي لعب الزمالك طبعا، والمباراه الاهلي غلب 6-1 يومها بالك. وايمن عرض هدف بالنسبه لي كان يوم جميل جدا. وبعدين بقى طبعا ايمن تالق بعد كده في ماتشات بعد كده، بيلعب نادي الصعيد، بيلعب المقاولين، بيلعب الانبي، وكان كويس جدا بصراحه يعني. المهم بعدها جه الكابتن بدر رجب، كان بيلعب على طول اساسي، وكان دايما جايبين محمد افتح تاحه وعمرو بركات، اللعيبه ديت كان معاه على طول، وهو احمد ابو المانجا. المهم جينا بعدها